ينضم معنا لمزيد من التفاصيل من برلين علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. أهلا بكم سيد علي. بداية، الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان انتقدت الاعتقال التعسفي والتعذيب والفساد في الجيش والشرطة في العراق. كيف تقرأ هذه الانتقادات رغم مشاركة واشنطن في بعض من هذه الجرائم؟ الحقيقة هذه الانتقادات يعني أمر مستغرب وأمر معيب حتى، لأنه أمريكا هي التي تتحمل كل تلك الانتهاكات والاعتقالات التعسفية وحملات الدهم والاعتقال على أساس طائفي. كل العمليات اللي سواء جرت أثناء فترة الاحتلال وفيما بعدها بعد 2009 لا زال الاحتلال مستمر وجرت أمام عيونهم وأمام أنظارهم يعلمون بها جيدا ومشاركين فيها. والقوة التي تقوم بحملات الدهم واعتقال تستخدم عجلاتهم وتستخدم الغطاء الجوي والدعم اللوجستي لعمليات الدهم والاعتقال. نعم سيد علي، برلمانيون يعيدون فتح ملف المعتقلين والمختطفين في العراق بعد زيارة العبادي إلى الأنبار، هل ثمة رابط بين ذلك وبين قرب موعد الانتخابات؟ مسألة الاعتقال والمعتقلين والمفقودين في محافظة الأنبار وبقية المحافظات العراقية خاصة المحافظات السنية، ورقة يتاجرون فيها هؤلاء الذين يدعون بأنهم يمثلون أهالي تلك المناطق. نعم. وكل ما اقترب موعد انتخابات وانتخابات برلمانية أو مجالس محلية أو حكومية نشاهد أن هؤلاء يفتحون هذا الملفات من باب الحصول والمساومات إلى الحكومة وغيرها. أما هؤلاء الناس فلم يفعلوا شيئا لمختطفي القرمة وعددهم يفوق 5000 اللي اختطفوا على سيطرة الرزازة وغيرها. نعم. لا يعني أعتقد أن هناك من يمثل، وهذه ملاحظة مهمة. نعم. منذ العام 2003 في كل عموم العراق لا يوجد من يمثل العراقيين تمثيل حقيقي من كل المكونات وخاصة المكون السني. سيد علي، وسط هذه الانتقادات أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أحكاما بالإعدام على شخصين بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة، كما أن هناك مصادر صحفية أكدت أن 3000 معتقل في العراق يواجهون أحكام إعدام. برأيك كيف توفرت معايير المحاكمة العادلة في العراق بشكل عام؟ أولا، كل المنظمات الدولية والمحايدة في تقاريرها اتفقت على أنه لا يوجد في العراق أدنى مقومات عدالة وضمان حقوق لمعتقل ولمعتقل أو سجين، وكل الاعترافات تنتزع تحت التعذيب. ثم الأمر الآخر، هؤلاء الذي صدر حكم الإعدام عليهم الحقيقة هم متهمين بتفجير وزارة الخارجية، أكو تفاصيل عن هذا الأمر. نعم. وتفجير وزارة الخارجية في وقتها الحكومة أعلنت من يقف خلفه، واتهمت بشار الأسد، نور المالكي شخصيا اتهم بشار الأسد بالوقوف خلف هذا. يعني تقصد تلفيق أي قضية مهما كانت، حتى وإن كانت قضايا قد بت بها في السابق. الأمر الآخر أن 99% من المعتقلين الآن في سجون ما تسمى الحكومة العراقية وميليشياتها، 99% منهم اعتقلوا قبل ظهور ما يسمى بداعش. هذه حقيقة الكل يعرفها، وكل اعتقالاتهم تمت بناء على معلومات كيدية ومخبر سري وحملات بهم واعتقال على أساس طائفي. ولهذا كل المعتقلين الموجودين الآن هم مختطفين ومغيبين قسرا. أما هذه عمليات تلفيق التهم وغيرها، الكل يعلم أن داعش يعني فترة الحرب مع داعش كل الأمور صارت هناك عمليات إعدام خارج نطاق القانون. طيب. وتصفيات. سيد علي، إذا سمحت لي باختصار شديد وفي سؤالي الأخير لحضرتك، قضية أيضا مرتبطة بالوضع في العراق بشكل عام. ألمانيا أعلنت عن اتفاق مع حكومة العبادي من أجل إعادة 10000 لاجئ عراقي مع توفير فرص عمل لهم في العراق. برأيك هل يصب ذلك الاتفاق في صالح اللاجئين؟ هل هي عودة أم ترحيل؟ ألمانيا تقول أنها ليست ترحيل، هي عودة طوعية. يعني في ظل الوضع الآن، في ظل وضع العراقيين، هناك نسبة بطالة عالية، كيف ستكون هناك اتفاق بتوفير فرص عمل لعشرة آلاف لاجئ؟ سيدي الكريم، أولا القوانين في ألمانيا لا تسمح بترحيل لاجئ أي لاجئ قسرا، يعني مهما كانت جنسيته.
هذا امر ممنوع لانه وفق الشريعه الدوليه. نعم. ثانيا عمليه العراق يعني فرز العراقيين اللاجئين العراقيين قامت بها الحكومه الالمانيه وفق معايير دقيقه جدا وتعرف جيدا هؤلاء القادمين الى من ينتمون وكيف وصلوا اليها. هناك اغلب هؤلاء اللاجئين وصلوا عن طريق فيز وعن طريق سفر اعتيادي وبدعم حكومي. وهم يعرفون الجهات والاسماء والمسميات والانتماءات المضطهده واللي عودتها تشكل خطر، ولذلك فتحوا باب العوده الطوعيه مقابل مبلغ مالي ايضا يعطونهم للعوده الى العراق. ولكن قضيه بس حتى افهم من حضرتك، قضيه توفير فرص العمل، من الذي سيلتزم بهذه النقطه؟ العراق بلد ليس مؤهلا لتطبيق مثل هكذا قوانين. سيدي الكريم، هو الامر كله يعني الكره في ملعب الحكومه العراقيه. بالنسبه للعراق الان هناك انهيار بمنظومه العمل والمنشآت والمؤسسات. في العراق لا يوجد عمل الان الا في مجال الا في صفوف الميليشيات كمرتزق وكحامل سلاح، هذا العمل الموجود في العراق. اما موافقه الحكومه العراقيه على هذا الامر فتتطلب يعني اعاده نظر بها، او على الاقل الالمان يعني يفكرون بها. لكن هي المشكله والامر الحقيقي ان هي عوده طوعيه ليست اجباريه. ليست اجباريه. من برلين السيد علي القيسي، رئيس جمعيه ضحايا سجون الاحتلال الامريكي والايراني في العراق، شكرا جزيلا لك.